نتمنى ان شاء الله نكونوا قادرين ان شاء الله في المقابله تاع عودة يجيبوا تاهل من الجزائر ان شاء الله. وسي استاد هذا يلعب قدامه جمهور اسبيرانس، واليوم شفنا تنقل كبير جمهور الاتحاد العاصمه. شكون اقوى، شكون خير في الثلاثات؟ لا هذه ما نقدرش نديروا مقارنه، فريق الترجي ولا فريق الاتحاد العاصمه هما زوج فرق كبار في افريقيا. الحمد لله كما تشرفت بمحمد الوان فريق الترجي التونسي، نتمنى له التوفيق. اليوم راني في فريق الاتحاد العاصمه، نتمنى ان شاء الله نمد الاضافه اللازمه ان شاء الله، ونسيي نفرح ماكسيموم انصار الاتحاد العاصمه. في الاخر انصار الاتحاد العاصمه تنقلوا باعداد كبيره، رساله كلامك قبل ما تردوا. صحيح، نشكرهم بزاف الانصار، اليوم كانوا سند كبير، نقول لهم سمحوا لنا على الخساره تاع اليوم، درنا كاع اللي لازم، بالك كانت خصنا هذيك اللمسه الاخيره. نتمنى ان شاء الله نخلفوها ان شاء الله في ماتش الرجوع، ونكون ان شاء الله اكثر جاهزيه ان شاء الله.